خاطر فما شخص انا باش نعاقبه ويظهر لي متفقين معانا انه رمزي هل تعلم غلب عليكم غلب علينا ما نحبكش تعاقبه نوفل عمل مجهود وسيزون كامل اسمع شوف احمد سطور العقاب شوفوا مع بعضنا رمزي وين يا هلا هو صحته انتم باش تعمل هل تعلم في ظروف تعيسه جدا والكلنا نسكتوا يلا رمزي ليك الكلمه هل تعلم ان خبراء في التكنولوجيا والاتصالات اثبتوا ان هناك اثبتوا ان الهاتف يمكنك ان نقال يمكنك ان تنقله معك والهاتف القار لا يقر معك هل تعلم انه في تونس سعيد هل تعلم ان الانسان المحظوظ نقول عنه سعيد الحظ ولا نقول عنه بلال الحظ زيد وبربي يا كلب زيد هل تعلم انه في اكبر المغازات العالميه يوجد تلفاز فول هجدي ولا يوجد تلفاز حمص هجدي عم اكذب من ساك من ساك خشمه هل تعلم انه عندما تذهب الى النوم يقول لك ليله سعيده ولا يقولون لك ليله منجيه هل تعلم الكلب تحس يتفرج فيه هل تعلم انه نقول على الكلب مكلوب ولا نقول على القط مقطوط هل تعلم انا تصديق على رمزي ترى حاول يجي انت والكلب للاستوديو لا 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 ستوب ستوب يا ولدي ستوب ستوب ليه بالحق بالحق حسب شغل في ميغال ليه برا يا ولدي برا ليه هاي سيبا يا ولدي انا عنده مولاش مدخلك انت يا ولدي عنده بوته مع رمزي مش انا عنده بوته فعليه هنا انت عملت هل تعلم انا هل تعلم ترازيلي اختار سيبا 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 تصفيقه كبيره على رمزي هل تعلم